نعم، شو تخزين؟ شو حبيبتي ستيون؟ لمين هيدا كله؟ تقبريني؟ والله حق نفسي، الواحد ما يشخ نفسه وعيش لنفسك. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ الحمد لله. أنا أمس خذيت السيكل وصلحته بالليل ورديت للشريك. مشكور، ما كان في داعي تعب نفسك. لا أبد، لا تعب ولا شيء. بعتذنا شوية هي. على الشمر بس أبيت شوي. ما أقدر، إيش تبي الناس تقول عني؟ لا، ما راح أطول، هي كلمتين وبمشي بس. عمر أخوي. أنا جاي أعتذر لك على الموقف اللي صار. كلامك وايد استفزني وأنا ردة فعلي كانت وايد غبية، ف ما كنت أدري إن أبوك متوفي رحمة الله عليه، أنا وايد آسف. اعتذارك مقبول، خلاص. يلا على اذنك اخوي. لحظه، في شيء ثاني بعد لازم اقول لك اياه. شنو اخوي؟ ممكن ما تناديني اخوي مره ثانيه، لان احنا اساسا مو اخوه. بعدين على فكره ترى انت وايد حلوه. انا خاف عليك يعني تركبي مع احد غريب كذي من الشارع، فلو سمحتي مره ثانيه لا تركبي مع احد غريب.